وبنقلب البرجر. مهم جدا على فكره، يقول لك اضرب الحديد وهو سخن. البرجر تشوي ستيك، تشوي حته لحمه، بتشوي ريش، ايا كانت، لازم تنزل على نار سخنه عشان نحافظ على الجوسي او السوائل اللي موجوده جوه حته اللحمه. وما نحطش دهون كتير خاصه مع البرجر، لانه بينزل الدهون بتاعته، احنا عارفين الكلام ده طبعا. فانا معايا طاسه اهيت، ومقادير البرجر على الهواء، حته لحمه مفرومه طازه زي الفل، وص الجزار عليها تكون نسبه الدهون من 20 لـ30% تقريبا. بتجيبيها بتحط لها شويه صويا بودر مغسولين ومنقوعين مسبقا، حلو الكلام اهو بالشكل ده كفايه قوي. وبعد كده بتمسكي حته اللحمه تقلبيها كويس مع شويه توابل. ايه هي التوابل دي؟ بتاعتي، عشان كده البرجر بيختلف من مكان لمكان، من مصنع لمصنع وهكذا. ممكن فلفل اسود وملح وبس، مفيش مشكله، مش هيقول لا اهو. بس مهم جدا لازم ينزل على طاسه سخنه. ادي البرجر استوى. تعالوا نعمل البرجر ده سندوتشات بقى وننوع واحنا بنشتغل. نقدر نعمله بالبيض، نعمله بالجبنه، زي ما احنا حابين. طيب هل البيض يا شيف مغازي لما نيجي نعمل بيض في البيت هيبقى برده زي بتاع المحلات؟ مفيش مشكله خالص. دلوقتي في طاسات شكلها لطيف وجميل، واخده شكل العيد اللي حضراتكم شايفينه ده كده. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بناخد الطاسه كده ونحطها على النار، والبيضة تنزل في قلب الطاسه بالشكل ده كده. موضوع لطيف وجميل، ده حلو قوي على فكره. وفي نفس القصه معانا اتنين. حاضر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، الجو ده مطلوب. شويه بهارات. فلفل اسود، ملح. انا من عشاق الفلفل الاسود مع البيض، وملح قليل بس. انا حطيت سن البابريكا كده، يعني انتوا عارفين الصوره الحلوه مهمه جدا. والبرجر عندي جاهز، والشاورما في الفرن، حلو الكلام. نخلي دي كده على النار هاديه بقى، خلاص دورها انتهى. ونقفل النار هنا عشان مش عايز نار. ولكن انت بتاخد المصروف او جوزك اللي ماسك المصروف، حلو الكلام. دي بحكايه يعني. مطلوب منك ايه؟ انك انت طبعا بتتابع الشيف البغازي، بتتابع الاساتذه بتوعنا على القنوات الاخرى، مفيش مشكله، بتتابع برامج الاكل، بتشوفي فيه تطوير، بتشوفي فيه افكار سهله. ايه اللي بيساعد على التطوير وايه اللي بيساعد على الافكار ديت؟ الاكسسوارات بتاعه المطبخ. عندك توستر زي ده كده، هتقدري تعملي السندوتش في الشكل المضلع ده زي بره. ده مش موجود في جريلا مضلعه بتحطيها، في جريلا مضلعه بتحطيها بتعملي فيها السندوتش. ده مفيش مشكله، هو جوزك مثلا مشغول والازمه المصروف الشهر ده كتير، انت وفري بقى، قول انا جبت كذا بالكد كد اسمها كدمه بيضه، واخر الشهر تفاجئيه بسندوتش حلو. طب جبتيه من بره؟ لا يا حبيبي، ده انا وفرت وجبت الراجل هنا خلاص اوكي هيقتنع ان في هنا ناس بتوفر وبتعمل حاجه فله. ده البيت، البيت ده كيان، فلازم احنا بنعتمد على الحاجات دي. معايا توستر اهوت، هبدا اعمل شويه سندوتشات دلوقتي بطريقه لطيفه وحلوه. والبيت جاهز اهوت، هنقلبه كده مع بعض. أو حاضر. عيني دي لسه شويه، فرخه كانت شبعانه وقتها، حلو الكلام. هنا البيض جاهز كمان اهوت، هيتحط على وش السندوتش. معانا خس، معانا طماطم، معانا خيار خيار سلايز شرايح يعني، وبصل شرايح، معانا جبنه شرايح، معانا بتنجان مخلل، فلفل مخلل، معانا بطاطس مقليه لشاورمه الفراخ واللحمه الاولاد بيحبوها، معانا مايونيز، ومعانا كاتشب. هو ده اعتقد كل المكونات اللي بتستخدم في السندوتشات. ده مطلوب، انا جايبها كلها علشان نعمل سندوتش زي بتاع بره بالظبط. ما بقولش بتاع بره بتاع بره بره بره، لا لا، بتاع المحلات اللي في الشارع اللي احنا بنركب عربيتنا بنحرق بنزين ونروح في الحته الفلانيه عشان ناكله. لا، تعالى اعمليه في البيت بنفس التكنيك وبنفس الشكل وبنفس الطعم. حلو البيض خلاص، بلاش نرفعه كده من النار. اللهم صل على النبي. ارفعها من النار بس، هو ده كفايه قوي، بس واطفي النار كده. الترتيب ده مهم جدا على فكره. انا من الناس لما بخش المطبخ ببدا في السندوتش، بفتح باب التلاجه وكل حاجه في باب التلاجه جوه التلاجه بحطها في السندوتش وبستطعمه.
عشان كده بعمل كل مرة سندوتش بطعمه مختلف. حلو حلو جنة. حلو جنة. سؤال دلوقتي برضو على السوشيال ميديا مهم جدا. على فكرة عايز انوه عن حاجة، احنا معانا فريق عمل بيتابع دلوقتي حضراتكم على السوشيال ميديا. اي سؤال، اي نقد، اي مشكلة احنا مع حضراتكم. اسألوا السؤال وبتجاوب عليه مباشرة على الهواء، بس ما عليك الا تكلفي نفسك وتسأل السؤال. فمن ضمن الأسئلة، ينفع أعمل السندوتشات دي وأحطها في التلاجة؟ لا ما ينفعش. الشاورما أحطها في التلاجة وأسخنها تاني يوم إزاي؟ إيه اللي ينفع؟ الجبن، الحاجات اللي هي باردة، زي اللي ممكن نعمل سندوتش جبنة مثلا، سندوتش بسطرمة، الحاجات ديت. إنما أعمل برجر وأحطه في التلاجة وأسخنه إزاي؟ بالتأكيد في طماطم، في خس، في خضرة، دي لما بتصطدم بالسخونية بتاعة البرجر بشكلها بيتغير. تحطها في التلاجة، الطفل هيكره في حياته ياكل سندوتش من إيدك ويقول لك بتاع بره يا ماما احسن. هي دي المشكله بتيجي من هنا، فده ما ينفعش. طيب هنبدا نعمل ايه يا عم الشيف؟ هنبدا دلوقتي نعمل السندوتشات البيض مع البرجر. اه ده البيض كده جاهز، وتعالوا نشوف السندوتش البرجر هنعمله ازاي مع بعض. نوسع نفسنا كده، وادي العيش البرجر كام واحد؟ 4 5 6. نعمل زي ما احنا عايزين. حلو، البعض يحب كاتشب، البعض يحب مايونيز، زي ما حضراتكم عايزين. معانا البلانشة دي كده، ممكن نعمل حاجة حلوة قوي، نسخن اللقمة كده، الجو ده مطلوب. شوف الحاجات بسيطة اهيت، ولكن لا صدقيني بجد ما تضغطيش عليها بإيدك. أعلمك حاجة برضو، الحاجات دي حلوة قوي. اه براد المية خلصت، مش لازم تعملي زي الراجل معلم الشاورما جايب لك حديد قد كده ودلعب عضلات ودلعب، لا لا خالص. اهو علبه فول عندك في الدرج طلعها حطيها، علبه السمنه عندك كده كده بس حطيها، ازازه زيت حطيها. اه انا لقيت البراد بتاع الميه وقدامي حطيته. اه اه واشيل كده، اه زي الفل، اخليه كده هنا واشيل. آه. موضوع مختلف، اللقمه شكلها اتغير. ايه رايك نعمل كمان واحده مع بعض؟ اه بفتحها كده، والحاجات دي موجوده، انت مش يعني مش بتجيب اختراع، لا انت بس كده شوفي الحاجات دي موجوده في المحلات اللي بتبيع الاكسسوارات بتاعه المطبخ. هنعمل دلوقتي 4 سندوتشات حلوين مع بعض. حلو، نحط الخصايه. الجماعه اخواننا بتوع محلات السندوتشات المشهورين بيعملوا ايه؟ هم ماشيين على ستاندر، يعني تلاقوه بقى حافظ الخصايه تتحط، الكاتشب تتحط، المايونيز تتحط، يعمل لي والنبي البرجر ويل دان. ما بلاش ويل دان ولا حاجه، بالعكس بتلاقيها مسلوقه. ما ينفعش ان انا احط في ارضيه السندوتش اي صوصات. ليه يا عم الشيف؟ لان السندوتش ده لو قعد شويه على ابني ما ياكل هتلاقي اللقمه ديت زي العجين. اه المقادير بتاعه الشاورما على الشاشه. اه ده الخاص اهوت، مقاديرها فراخ او لحمه، بس الفرق بين الاثنين الفراخ بتاخد كركم وبشره ليمون، اللحمه تاخد قرفه ناعمه علشان الزفاره اذا كانت ضاني او كندوز. بنحط زبادي، بنحط خل في التتبيله، ده المهمين جدا، والبهارات العربية. انا دلوقتي حطيت خس. دايما ورقه الخس معاكي في طبق في السندوتش بتحملك اللقمه. تبدأ تحط ايه يا عم الشيف؟ الطماطم. يبقى موضوع السندوتش ده فن برضو، خلي بالكم، يعني مش اي السندوتش ده، مش اي حد يخش المطبخ كده ويعمل سندوتش. اه حطيت طماطم. عايزين نحط مخلل نحط، عايزين نحط اي صوصات نحط. ده الهرم ده بهديل عم اشرف عشان قال لي كلام حلو قوي. بشكر طبعا اخواننا الاستاذه اللي بعت لنا كومنت حلو قوي على السوشيال ميديا، المايسترو الشيف الموازي. انا انتوا اللي بتخلونه مايسترو، انتوا اللي بتخلونه مبدع، انتوا اللي بتخلونه شيف الشعب، انتوا اللي بتخلونه شاطر في شغلكم. عارفين ايه هو الكلمه الحلوه؟ بالكلمه الحلوه خد عيون الشيف الموازي، هو ده الكلام. هنبدا نحط ايه يا عم الشيف؟ اه كاتش، اه 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 ادلعه. اه بابا زود المايونيز. حاضر يا حبيبي. هو اعملي له، بصي اعملي اي حاجه بحيث ان ابنك ياكل في البيت. اه عايزين مايونيز، معانا مايونيز. اه والله هنحط مايونيز. حاضر، عينيا اللي انت عايزه. هرم غذائي. هتعملي حاجه بقى حلوه، عندك التوزبيكس بتاع الشيش كباب عارفينه، تحطيه كده في قلب السندوتش يبقى لطيف وحلو. اللهم صل على النبي. في كل حاجه، في خس هتلاقي، في خيار هتلاقي، في طماطم هتلاقي. اهم حاجه القاعده اللي انا عاملها من تحت، اللي هو الخس اللي محطوط على النومه بتاعت السندوتش دي مهمه جدا. علل ولماذا يا شيف؟ علشان السندوتش ما يغرقش مع الصوصات، وفي الوقت نفس اللومه بتاعتي تتبل من الصوصات كده، تبقى اللومه ايه؟ ما تمشيش معايا وتبقى ايه؟ طريه طبعا. هشوف توزبيكس هنا كده، جيبوا لي توزبيكس يا شباب، اللي هو الخشب بتاع الشيش تاوك. عايز اعمل واحده هنا في النص.
حلو. دي بقى لطيفه على فكره. هيجيبوها لي، دي مهمه جدا. وانا احط اللقمه هنا كده اهي. لا صورني ده معايا يا مخرجنا. اهو ده الساندوتش. نعمل واحد تاني واحنا شغالين مع بعض. برجر، ادي البرجر. مش عايزه يا شيف بوغازي، مش عايزه خضره مع الساندوتش. حاضر، برجر بيض مع البرجر كمان اهو، جبنه بتاعتك انت. اهم حاجه تحضري المزمبراس اللي انا مجهزه ده. عايزين نحط ماستر معانا، مستردة زي ما انت حابب. الطحينه طبعا اللي معانا دي للايه؟ للطعميه اللي هنعملها دلوقتي مع بعض. دي الجبنه اهيت. انا بقى من عشاق ان الجبنه تسيح مع البيض في الساندوتش، ولازم تعرفوا اسرار الشيف المغازي مع الساندوتش. الجبنه والبيض يسيحوا الاثنين مع ساندوتش البرجر، لا انا بضعف قدامه. هنبدا نحط كمان قطعه. حلوه. حط هنا بقى سلايز من الطماطم. سلايز من البصل. ألف هنا وشفا للي ياكل. حط كاتشب، أنا الكاتشب ده بحطه على السفرة بتاعتي. بحط خس. حاضر. أهو. بحط خس زي ده كده زي العبيد. كده. وابنك دايما خليه يشوف بعينيه، يعني مثلا إيه؟ إيه المشكلة لما تقولوا له تعالى خش معايا المطبخ أنا بعمل لك السندوتش اللي أنت بتحب تاكله بره. واضغط على السندوتش كده زي الفل. تمام. وده نفس القصة. أحط كاتشب؟ حاضر. إيدي حاضر. حاضر. دي الكاتشب. المخرج بتاعنا بيحب الكاتشب الكتير. حاضر. كاتشب. مع إنه والله العظيم بس عشان تتكلموا برضو الكاتشب والمايونيز والحاجات ديت بتبوظ لي طعم السندوتش بتاعي. ما يعني ايه ممكن احط شويه صغيرين بس بحس ان انا باكل صوص طماطم بقى والجو بتاع البيتزا ده. انا عايز استطعم اللحمه في الاول. حلو. حاضر. احط شويه مستردة عينيا. اطلب تجد. انت على شاشه التلفزيون المصري بيحب المستردة مع الكاتشب، الاثنين بيعملوا تيست عالي قوي على فكره. والمستردة مفيده، وظيفتها بتساعد على تحريك الدم في الاجزاء الدقيقه من الشرايين، يعني دورها زي دور الجنزبيل بالظبط، بتلعب دور الجنزبيل والثوم في نشاط الدورة الدموية. ادي المستردة بتاعتي اللطيفة الحلوة زي الفل. ودي طبعا مشهورة في بعض المطاعم. ونحط اللومة بتاعتنا. ده سندوتش. طيب عايز اكل سندوتش برجر صغير كده اللي بتاع الاطفال. حلو. ادي اللومة اهيت. والاطفال يحبوا بقى ايه؟ ما يحبوش الخس والحاجات اللي بتكعبلهم ديت، ويقول لك ايه؟ تعمل لهم مشكله. نقعد نحط المايونيز هنا دي في الحاله دي بقى كده زي ما انا هشتغل كده، تبقى لهم طريه معاهم. واحط البرجر اهيت بالشكل ده كده، واحط له عليها البيض كده واللقمه. اهو ده بتاع الاطفال اللي هو الميني برجر. ده صغير، ده لطيف، مايونيز وبيض ولحمه. ممكن نحط كاتشب على الوش مفيش مشكله. حاضر. عشان هنرجع نعمل بقى شويه ايه شاورما جامدين جدا. زي الفل. حاضر. اوبا. تعالوا مع بعض نقدم ده كده. هرم. ده سندوتش. طيب. معايا سندوتش طعميه. وانا من عشاق سندوتش الطعميه مع الطحينه، وابدع في الطحينه، وكل ما تبدعي في الطحينه طعم السندوتش وشكل السندوتش بياخد شخصيه.